ده بقى الطبق بتاع كوباية الشاي، بيكون 6 قطع. الشغل اللي عليه على فكرة ده كله بارز، ادنا بتحكي فيه شغلي بالبلاتين مع الوردة البارزة مع اللون الفيروزي للطبق، خطير. الطبق ده بيكون 6 قطع، اللي هي الكوباية اللي بالايد اللي عليها دي، كل الشغل اللي عليها ده بلاتين يا جماعة، كله بلاتين بارز. ده الكوباية بتاعت الطقم الشاي، هو طقم الشاي 17 قطعة. ده الكوباية بتاعته شكل جديد، مش فنجان، دي شكل هو كوباية، بيحب يشرب حاجة كوباية بكعب. الشغل اللي عليها كله بلاتين مع الوردة البارزة، فيها كمية بلاتين عالية جدا. الشغل ده ايطالي، ميرانو ايطالي. عدد القطع اللي ده 6 قطع، كوباية فيه 6 قطع. فين جمال اللبانية، اقسم بالله طقم رهيب بجد رهيب. ده طقم اولا ميرانو ايطالي، مختوم ميرانو هو وميد ان ايطالي على الستيكر. الطقم ده اللون معانا واضح اهو، فيروزي مع البلاتين مع الوردة البارزة، يعني خطير. دي بتكون قطعة واحدة في الطقم اللبانية دي، شايفين كمية البلاتين حتى. دي بقى اللبانية، سوري السكرية، قطعة السكرية، ده الغطا بتاع السكرية اهو، شغل بلاتين عالي جدا فيه مع اللون الفيروزي. بسم الله ما شاء الله، السكرية تحفة. هو الطقم كله على بعضه شياكة بجد، شغل اللي عليه قلنا كله بارز، شايفين الجمال البلاتين لونه هادي جدا جدا لأبعد الحدود. حاجة في الطقم، وهو ملك الطقم، البراد، شايفين البراد طويل ازاي، براد طقم الشاي تحفة. أنا كنت منزلة من أسبوع طقم الكاكاو بنفس التشكيل تقريبا أو نفس اللون بالبلاتين، دلوقتي أنا نزلت هو طقم الشاي، شايفين الجمال، بسم الله ما شاء الله، حاجة رهيبة. طقم قلنا 17 قطعة.